تفضل تفضل. أنا الأخصائي ماهر زعتور، أعمل لمركز التخصصي للأطراف الصناعية كمدير للمركز. طبعا المركز التخصصي افتتح منذ حوالي 3 أشهر، والأول من نوعه في ريف حماة الشمالي. نعمل بالمركز نحن وكادرنا بشكل مجاني وتطوعي. طبعا الخدمات اللي قدمها المركز التخصصي للأطراف الصناعية هي عبارة عن أطراف سفلية تحت الركبي وأطراف سفلية فوق الركبي وأجهزة شلل ومشدات تقوس العمود الفقري، بالإضافة للجباير تحت الركبي وفوق الركبي، وبالإضافة للأحذية الطبية. طبعا كل أنواع الأطراف الصناعية والأجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة تتم صناعتها في المركز التخصصي للأطراف الصناعية. يتحمل المراجع تكلفة صناعة الطرف الصناعي دون أي ربح أو عائدات ريعي تعود للمركز التخصصي للأطراف الصناعية. أنا أحد العاملين في المركز التخصصي للأطراف الصناعية في بلدة كفر أنبودة. نحن كدورنا كفنيين نقوم بأخذ القياس للمريض عندما يقوم بالقدوم إلى المركز. بعد أخذ القياس نقوم في الورشة بتجهيز الطرف، حيث تستغرق هذه العملية حوالي 4 أيام. ثم بعد تجهيز الطرف نقوم بتركيبه للمريض ونؤهله وندربه، وقد تستمر العملية حوالي 3 أيام حسب استجابة المريض للطرف الصناعي المركب له. نتمنى من جميع من يرى هذا المقطع أن يقوم بالدعم. الشباب شافوا مقطعي على الفيسبوك وتواصلوا معي من كفر أنبودة الاختصاص الأطراف، واخذوني مقاسي هلق، واسبوع الجاي ان شاء الله بدي ركبوا لي طرف واتدرب عليه. والله يجزيهم الخير يا رب. عدي حمادي من مدينه كفر زيتي حماه، تصوبت برميل من فتره 3 أشهر وانبترت ساقي. اتيت الى المركز في كفر أنبودة لتركيب طرف، وحاليا ركبت الطرف بس عم بتعلم على مشي على الطرف، والشباب عم يساعدوني انه شان كيفية مشي على الطرف، والحمد لله رب العالمين، وعم مشي الحمد لله على الطرف الصناعي.